قيل أن الشمس في صباحهم لا تفيق، فقد استقالت قدرتهم على تحمل الألم. قيل أن رغبتهم في الحياة تتلاشى، حيث أنهم يتنفسون بلا حياة. لكن لنحاول جمع شتات أيامنا، مرض ضيع ملامحهم ولم يستطع أن يغير أحلامهم. أحلامهم تزهو بمشيتها حيث سارت، حتى لو مات الماء يوما بأرض، ضحكتهم تبقى حقيقة، والخناجر التي تأتي لتطعن آمالهم هي عبارة عن خناجر لينة. يوما سأكون كما أحب وأشتهي، يوما سأعود لأصدقائي وإخوتي، لن أيأس أبدا، فهناك رب يشفيني، أملي بالله كبيرا، يوما سنلتقي. When you see the young children receiving treatment and how brave they are, and it's something that should be recognized, and it's something that is surmountable in most cases.